يا أبطال، فتح قلعة إنغول يمر من هذا المنجم. غزوة مباركة. هيا. حسبنا الله، حسبنا الله. ليكن فداء من أجلهم، لقد جاءوا هذا. هيا بنا إذا. هيا يا أخي. إنهم يقتربون، وجدوا أثرنا. إلى أين سنذهب الآن؟ اهدئي قليلا، لن أتركهم يؤذونك. هيا. إنهم يقتربون. ليقتربوا، نحن محتاطون. هيا تعالي. ابحثوا في كل مكان، ابحثوا جيدا. ابتعدوا من هنا. عثرت عليك يا تورغوت. نيكولا. وجدتك يا تورغوت، وجدتك. سأجعلك طعاما للذئاب التي تحبونها كثيرا. سأجعل من جمجمتك قدحا وسأشرب دماءك التركية فيه. تحملي. نيكولا، ماري. ماري، لي أنا، لي أنا. Oh!
حلال عليك يا أخي. يا ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. بسم الله. ما شاء الله. ما شاء الله على أبطالي. الحمد لله سيدي. الحمد لله، الحمد لله. لنذهب الآن إلى محاربينا الشجعان الذين حققوا لنا النصر. لديه رجال في النفق أيضا، لنذهب من هنا. استولى على المنجم. لا ننتظر هنا عبثا يا جوليا. سيدي، عثمان سيستولي على المنجم. بماذا تفكر؟ سأعد له مفاجأة كبيرة روغاتوس. عندما يدخل إلى المنجم سيتحول المكان إلى جحيم. لكن بما أنني سأكون في زفاف ستبقى هذه المتعة لصديقي روغاتوس. لن يخرج حيا من هناك. إذن ستنفجر هذه الأنفاق. خطة جميلة جدا. الآن هيا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الآن هيا. قلبي يحترق. احمنا يا ربي. يا أبطال، توقفوا قليلا. هيا. لا لا، موسيقى
ليأخذ سيدنا هذا المنجم، وسأصنع له الكثير من المجانيق والمدافع، وسنهدم أسوار قلعة إنغول. إن شاء الله داود آغا، إن شاء الله. كومرال عبدال، انظر الآن. سوف نضع 2 من المجانيق في هذا الطرف، وسوف نضع 2 من المدافع في هذا الجانب. وفي هذه الجهة سنضع 3 مجانيق، وانظر إلى المهرجان حينها. ألا تعرف سوى الضرب؟ دمرت هنا وضربت هناك، لقد دمرت الأسوار والمكان. أين بقي ملك سيدنا؟ ها؟ داود آغا، المسألة ليست الأخذ بل الإدراك الكامل. لا يكون الملك من الخراب، المسألة هي أن تكسر أقل ما يمكن يا معلم. كومرال عبدال، مواجهة الجنود الذين يدخلون من طريق واحدة تكون سهلة جدا. هل الحجر مهم أم الروح أهم؟ ثم انشغل أنت بأعشابك وداوي الجرحى، ولا تتدخل بأمور الحرب. أكثر من مدفعين سيكون إسرافا، وإلا أنت ما سيبني الأسوار. سأبنيها، سأبنيها لنضف إنغول إلى ملكنا أولا. وما هي إنغول؟ ما هي؟ إنها قطعة صغيرة بالنسبة لنا. نحن سنملك كل العالم، سنملك كل العالم يا معلم داود، كل العالم لنا، كله ملك لنا. الله 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 الله. ماذا حدث كومرال؟ سقطت جمرة داخل قلبي، النار تحرق قلبي. احمينا يا الله. سيدي، يا طال، يا طال، يا أبطال. إخوتي، يا إخوتي، يا أبطال، إخوتي، أدركناكم يا إخوة، اصمدوا قليلا. اصمدوا يا إخوة، أدركناكم. ها
أبطالي؟ أصدروا صوتا يا إخوتي. هيا ساعدونا. هيا. سيدي. هذا المكان لن يفتح. يا إخوتي اصمدوا قليلا. سيدي. سيدي. المدخل مغلق. أبطال لن أتركهم. سيدي لن أترك محاربي. يا أبطال. سيدي يا أبطال. ابحثوا في الجوار، هناك مخرج آخر هنا. سنجده سيدي. هيا. سنجده. هيا هيا. هيا يا أبطال. ها هو عثمان. مات محاربوك وأنت ستموت أيضاً. هيا 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 يا إخوة. هيا دعونا نجد مخرجاً. هيا بسرعة. هيا يا إخوة. هيا بسرعة. هيا بنا. هيا 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 لنذهب من هنا. هيا شركوتاي. هيا هيا. أبطالي إخوتي هاجموا. الله أكبر. إخوتي هل أنتم بخير؟ أين أنت؟ يا إخوة الله أكبر. ساعدونا يا إخوة. هيا هيا هيا. شركوتاي شركوتاي لا يموت. هيا هيا يا أخي. هيا شركوتاي اخرج. هيا هيا لنخرج من هنا. هيا 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 بنا. هيا يا إخوة. هيا هيا. سيدي إخوتي. هيا يا إخوة. هيا أبطالي. قران سيدي هات يدك. سيدي لقد استشهد بعض إخوتنا. هيا أبطال عديد الأصل. اتركني. هيا. لن أتي أبدا. حركي. ماري لا تجعلوا الأمر صعبا. أنت الذي يصعب الأمور نيكولا. اترك الفتاة. قمت بكل التجهيزات. أنا من سأتزوج بماري. ألا ترى؟ ماري لا تريدك.
ليكن حسابك معي أنا. اترك الفتاة، اتركها كوسيس. لا تفعلوا، لا تؤذوه. نيكولا. حسنا نيكولا، اترك، أرجوك لا تؤذه نيكولا. أردت الهرب، هو قام بمساعدتي فقط. أرجوك اتركه يا أخي، أرجوك اترك نيكولا، أرجوك نيكولا. اصمتي. قام بمساعدتك فقط. لم أعد أعرفك يا ماري، ما الذي فعله لك هذا الرجل؟ كيف تطلبين المساعدة من عدونا يا ماري؟ أي نوع من البشر أنت يا كوسيس؟ أي أخ أكبر أنت لتسمح أن تتعرض أختك للظلم؟ لكن لا تقلق، سيحين دورك أيضا. سأحاسبكم على كل دمعة ذرفتها واحدا واحدا. إن كنت السيدة تورغوت فسأجعلكم تعيشون الجحيم يا كوسيس، أقسم لك، أقسم. يا أخي، أخي لا تفعل، أرجوك اتركني. أنت اليوم ستموت حتما، ستموت، لكن ليس بسهولة. الأحلام، الأحلام سيد تورغوت. أنت دمرت أجمل يوم في حياتي. سأقتلك بطريقة بشعة لدرجة أنها ستجعل منك درسا لعدائي، هل فهمت؟ اقتلني بسرعة، اقتلني وإلا سوف أجعلك تندم يا نيكولا. نيكولا. حسنا اتركه يذهب، إن لم تقم بإيذائه أعدك أنني سأتزوج بك. لا تفعلي ماري، لا تفعلي. اصمت. لا تقولي هذا يا ماري، لا معنى لحياتي إن ذهبت مع هذا المستبد. ماري الحبيبة، أنت ستتزوجين بي أساسا، فلماذا سأتركه؟ سأقتلك نيكولا. هذا يكفي، لنلهو قليلا. ارفع. تورغوت، نيكولا لا تفعل، أرجوك نيكولا، أرجوك ساعدوني. كفى ماري. نيكولا يكفي، يكفي. اترك ماري، قيدوه، قيدني، قيدني يا نيكولا، هيا ابذل كل ما بوسعك، لكن اعلم حتى لو تزوجت من ماري فهي لن ترغب بك ابدا، لن ترغب بك. اخلع ملابسه عن. انظروا إلى حكمة الله، أنت لا تنبتين هنا ولكن لا بد أن هناك حكمة. أجل، بسم الله الرحمن الرحيم. نيكولا لا تفعل، أرجوك أخي ساعدوه يا أخي.
نيكولا. يجب أن أجلب المساعدة. سأجلب المساعدة. افعل شيئا أرجوك يا أخي. سيدي توقف. سيدي هناك أحياء، يوجد جرحى. سيدي يوجد جرحى. أخي أخي لن أتركك بين أيديهم. انظري لهذا. إيه، قولي يا بالا، بماذا تشعرين؟ برأيك هو صبي أم بنت؟ لا أدري، ليكن سالماً. آمين. آمين. أمي، ما رأيك أنت؟ أمي خمنت جنس الجنين كثيراً من قبل. لا أعلم، يبدو لي أنه صبي. يكفي أن يكون سالماً إن شاء الله. هل تسمحن لي؟ ادخل. كومرال عبدال. السيد تورغوت وأخت الحاكم كانا يهربان، فوقعا بأيدي الحكام. حالهما ليس جيدا مطلقا، سيقتلون البطل. ما الذي تقوله؟ أبلغ غوندوس في الحال. أمي، غوندوس في سوغوت. ماذا سنفعل الآن؟ زوجة السيد هنا، لن أتركهم لأيدي الكفار يا أمي. أيقول، أخبر المحاربين، سندركهما. لا تقلقي أبدا أمي. هل كان هناك محاربون معه؟ لا لم يكن. كومرال عبدال، أعثر عليهما. تعلم أين تجدهما صحيح؟ أمي، كوني حذرة ابنتي. نيكولا توقف. سيدفع ثمن تجاوزه للحد وسترين. سأدفع الثمن. لا، هاتي هذه، لن يموت دون معاناة. لن تموت دون معاناة يا تورغوت. يكفي نيكولا.
هل تظن ستسير بهاتين القدمين؟ ها؟ أتوسل إليك نيكولا، أتوسل إليك. الصوت، دعيه يفعل ما يشاء يا ماري، لا تتوسلي لعديمي الأصل. ارتكبت خطأ كبيرا كبيرا. هيا اقطع هذا الحبل وأريني إن كنت رجلا، لكن لن تفعل، رجولتك لا تكفي لمواجهة نيكولا. ترغوت، سأقطع لسانك هذا من أساسه. حينها لم تقول كلاما خارجا عن الحدود. ماري ستكون لي. اصمت، انظر لهذا، انظر، انت لازلت تطيل لسانك. ان نظرت اليها ساقتلع عينيك هاتين، ساقتلعهما. ترغوت، انظري يا ماري، انظري جيدا لتري اختيارك الخاطئ، انظري. اتركوه، أكرهكم جميعا. زوجتي الحبيبة ماري، كنت تقولين لي دائما إن أردت أن تأخذ قلبي يجب أن تسألني عن رأيي، وها أنا أسألك، هل أقطع لسانه أم أقتلع عينيه؟ ما رأيك يا زوجتي؟ لن أكون زوجتك أبدا، أنا أكرهك نيكولا، أنا أكرهك، أكرهك. يكفي. لا 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 نيكولا، لا توقف نيكولا. شوف يعني إخوتي. ليرضى الله عنك يا أخي. لم يبقى أحد في الداخل سيدي، بماذا تأمرنا؟ سيدي، سيف أخي بوران هنا، وهو بأيدي الكفار. كما أخذنا أملاكهم
سنأخذ أخينا من بين أيديهم. سوف يحين وقتهم جميعا، سيحين. سوف نحاسبهم على أسرانا وعلى شهدائنا. باي سونغور والآخرين، لا تدعوا أحدا يخطو خطوة داخل هذا المنجم سوانا. نحن سنذهب وندفن إخوتنا الشهداء. هيا يا أبطالي، هيا. وجدت محاربي السيد تورغوت. أيقول هيا كونوا حذرين. هيا هيا. غزوة مباركة. ستعاني كل المآسي التي يمكن أن يعانيها المرء. انتهى أمرك. لا نيكولا، انتهى. ماري، ماذا حدث؟ أم أنك تشفقين على هذا الراعي القذر؟ ها؟ سأكسر كل عظامك. افعل شيئا أخي، سيموت. يكفي، لقد مللت. يكفي هذا.